أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة التوتر الأمني في محافظة المهرة جراء إعادة القوات السعودية انتشارها في المحافظة واستحداثها لنقاط جديدة في خطوة جاءت لنقض الاتفاق الذي قضى بانسحابها مقابل تعليق المعتصمين في المهرة لاعتصامهم. اتهم المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى القوات السعودية بنقض الاتفاق الذي تضمن انسحابها الكامل من محافظة المهرة. رئيس المجلس عبدالله بن عيسى العفرار قال في تصريحات إعلامية إن استحداث نقاط عسكرية جديدة للقوات السعودية أمر مؤسف وغير مقبول. وكانت قوات سعودية قد استولت الأربعاء الماضي على نقاط أمنية تشرف عليها قوات تابعة لإدارة الأمن بالمحافظة، وذلك بعد اتفاق سابق أبرم مع أبناء المحافظة للمعتصمين قضى بانسحاب القوات السعودية مقابل تعليق المعتصمين لاعتصامهم. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا نقضت القوات السعودية اتفاقها مع أبناء المهرة؟ وما الذي تخطط له في محافظة المهرة المطلة على بحر العرب؟ قبل بدء النقاش نتابع هذا التقرير. نحن نحكم على الحاضر، فإذا هناك فيه التفاف من غوات التحالف، لكن هذا الالتفاف حصل فلم ينتهي بعد حبر الاتفاق السعودي على ورق الكرامة المهرية إلا وقد نقض، حيث استحدثت السعودية نقاطا عسكرية جديدة رغم أنها تعهدت في اتفاق مكتوب على خروج كامل قواتها من مطار ومنافذ المهرة. هذا أمر مؤسف وغير مقبول، يصف عبد الله آل عفرار نقض الرياض للاتفاق واستحداثها نقاطا عسكرية. وأكد عفرار الذي يرأس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة أن الاتفاق الموقع لم يعد خاصا بالمعتصمين فقط، بل أيضا بمشايخ قبائل المهرة الذين أضحوا جزءا من الاتفاق. انتشار القوات السعودية والذي تم وفق مصادر إعلامية بغطاء من طائرات الأباتشي أعاد التوتر لمحافظة المهرة من جديد، خصوصا وأن عملية الاستحداث تمت بطريقة استفزازية، حيث تم طرد نقطة تنهال الأمنية المحلية في أرض قبيلة بن كدا خارج مدينة الغيضة. كانت المهرة قد شهدت اعتصامات مفتوحة منذ 25 من يونيو الماضي رفضا لتحكم القوات السعودية في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية، وتم رفع الاعتصام بعد اتفاق وقعته السعودية منتصف يوليو الجاري يقضي بخروج السعودية من الأماكن المدنية. استحداث السعودية لنقاط عسكرية جديدة أكد ما قاله معارضون بأن الاتفاق كان مناورة سياسية لامتصاص غضب أبناء المهرة والالتفاف على مطالبهم، حيث مارست السعودية بعدها ضغوطات على الشرعية لإقالة وكيل المحافظة ومدير الأمن من منصبيهما. لكن التساؤلات عن ردة فعل المهرة تبقى مفتوحة، خصوصا وأن العرف فيها يقضي بتداعي القبائل للدفاع المشترك عند حدوث أذى أو ضرر. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من المهرة وكيل محافظة صالح بن عليان، وكذا من الرياض الخبير العسكري العميد حسن الشهري. وأبدأ معك سيادة الوكيل من المهرة أستاذ صالح، إذن هل يعني حدثنا بداية ما جديد التطورات في محافظة المهرة؟ ما الذي يحدث في المحافظة بشكل عام؟ أستاذ صالح هل تسمعني؟ نعم. هل نقلت لنا صورة الوضع الآن في المهرة بشكل عام؟ حياكم الله. أول شيء أرحب بحماس بركيس وأيضا متجددا ونحن في محافظة المهرة ننظر بالأمن والأمان والأمن على الجراح التاريخي
أستاذ صالح، يبدو أن هناك خلل في الوصول الصوت إلينا، سنحاول إعادة التواصل معك. أنتقل إلى ضيفي من الرياض الأستاذ الخبير العسكري العميد حسن الشهري، أهلا بك سيادة العميد. إذن ما هو التفسير لوجود قوات سعودية في محافظة المهرة من وجهة النظر السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام وأيضا للمشاهدي القناة. أهلا وسهلا. محافظة المهرة هي إحدى المحافظات اليمنية والمحافظات المهمة جدا، ولكن مع الأسف ما كل منافذ المهرة في الماضي في شحن وصرفيت وميناء نشتون وأيضا مطار الغيضة استخدمت مع الأسف من قبل بعض المتنفذين لتمرير وتهريب بعض الأسلحة، وثبت ذلك وظهرت في تقارير المتحدث الرسمي للتحالف، وبالتالي تم هناك والمملكة العربية السعودية تقود تحالف اليمن هي الشريك الرئيسي فيه، وتم الاتفاق على إيجاد قوات سعودية هناك للمساهمة مع أبناء المهرة الكرام وهم في قلوب الشعب السعودي وفي قلوب قيادة التحالف بشكل كامل للمساهمة في الحد أو وقف مثل هذا العمل، لأنه مع الأسف يساهم في استنزاف الدم اليمني. قال لابد من التواجد، يحدث بعض الإجراءات ولكنها لا أتفق مع من يضعها ويصفها بين إجراءات استثنائية، قد هناك إجراءات احترازية لمنع التهريب لم يعد خافيا على الجميع أن كل هذه المنافذ مع الأسف كانت ممر للتهريب البري والجوي والبحري، وكان لابد من اتخاذ القرار لإيقاف مثل ذلك للوصول إلى بر الأمان بالشعب اليمني وإنهاء هذه القضية. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة العميد. أرحب بمن ينضم إلينا من مسقط الخبير الاستراتيجي الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، برأيك الآن في الحديث عن الوجود القوات العسكرية أو القوات السعودية في المهرة، هل ما يطرح في سياق تبرير وجود هذه القوات جدي على الأرض من حيث الشواهد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور أن ما يجري في المهرة وفي كثير من المناطق البعيدة عن ساحات الصراع المسلح، أحسب أن ما يجري في هذه المناطق إنما يعبر عن حجم الانحراف الذي اعترى التحالف. أولا فيما يتصل بتبرير وجود هذه القوات سواء في المهرة أو في حضرموت أو في بعض المناطق، لا أحسب أن هذه المبررات مقبولة. مسألة التهريب يا أخي الكريم، لو افترضنا جدلا أن هناك عمليات تهريب، فهل عمليات التهريب أو الحد من عمليات التهريب يقتضي هذه يعني كل هذا التواجد العسكري، هذه الأرسال العسكرية الموجودة في منطقة مثل منطقة المهرة بعيدة تماما عن ساعات الصراع؟ التصدي للتهريب لا يقتضي ولا يلزم وجود هذا الحجم الكبير من القوات سواء على مستوى العدد على مستوى التسليح. ثم السؤال الطبيعي، يعني الأسلحة المهربة عبر المهرة إلى أين تذهب؟ ما هو مصيرها؟ هل يعقل أن هذه الأسلحة تقطع مئات الكيلومترات حتى تصل إلى الحوثيين في صنعاء والمناطق المجاورة؟ ألا تمر هذه الأسلحة بنقاط تفتيش في المهرة في حضرموت وفي شبوة وفي كثير من المناطق حتى تصل إلى المناطق التي يتواجد فيها الحوثيون؟ إذن قضية يعني هذه الذريعة، ذريعة التهريب، ما أحسب أنها يعني مقبولة. على أي حال، أنا في تقديري أن المسألة أبعد من كل هذه المبررات، من كل هذه المقبولات المتعلقة بالقضايا الفنية. يعني هذا الوجود العسكري الكثير يبدو لي أنه يعبر عن حجم الانحراف الإماراتي والسياسي الذي يعني يعتري التحالف. التحالف ما جاء إلى اليمن من أجل أن يفصل قواته في المهر في حضرموت في هذه المهر جنوب شرقية، إنما جاء لهدف محدد، هذا الهدف هو إسقاط الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية للسلطة. هذا لم يحدث وليس قريب أيضا يعني من الحدوث. نحن نرى أن المستوى العسكري أننا جبهة معلقة، جبهة صنعاء تزال معلقة. الآن الحديدة تكت بصنعاء والقتال فيها علق، وبدأ الحديث متى التفاوض السياسي، لا نعلم إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا التفاوض السياسي وما هي المدة الزمنية التي يمكن أن يعني يضيها.
المستوى السياسي كذلك على مستوى انتشار التحالف. يعني التحالف اليوم سيطر او يحاول ان يسيطر على ناطق علاقه هذا الصراع. هذه المساله انا اقول هذه هي النقطه المهمه جدا. انا اقول ان التحالف اليوم تقريبا ما يزر يعني يستفز الشعب اليمني في سقطرى وفي المهرة وفي حضرمت والكثير من المناطق التي لا علاقة لها بساعات الصراع. إذن هناك طيب. استراتيجي يعني وبالتالي المسألة أكبر من يعني الحديث والقضايا التاريخ وأكبر من مسألة تواجد عسكري هنا وهناك. المسألة مثلة بالخطة الاستراتيجية التي تقود حراك التحالف على صعيد الاحتلال السياسي العلماني في هذه اللحظة. أنا أحسن نعم دكتور. أن يعني رد الأفعال التي تتبدى من قبل الشعب اليمني رأيها في سقاه ورأيها في المهر ورأيها في مناطق أخرى أخشى أن تتسع دائرة الاحتجاج ودائرة الغضب على يعني الصف الشعب اليمني وتأتي برصد التحالف أنه محاصر بردود فعل عبية وتحول المعركة من معركة مع الحولين الإسقين إلى معركة مع الشعب اليمني من أجل أن يتخلص مما يسميه كثير من اليمنيين احتلال سعودي وحكم إماراتي. طيب دكتور دعنا نشك معنا في الحوار من كان قد انضم لنا قبل قليل وكيل محافظة المهرة صالح بن عليان. أهلا بك سيادة الوكيل مرة أخرى. كنا نتحدث ما المستجد فيما يتعلق بالاعتصامات في المهرة. كانت هناك مطالب، كان هناك بعد ذلك اتفاق قضى بانسحاب القوات من وإبدالها بقوات أمنية يمنية، انسحاب القوات السعودية من المنافذ الرئيسية، وكان هناك الآن تطورات جديدة، حديث عن تطورات جديدة. ما الذي يحدث في المهرة بالضبط؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ونحن في محافظة المهرة ولله الحمد ننعم بالأمن والاستقرار، وقد وصل الأخ المحافظ البارحة بعد زيارة ناجحة إلى القيادة السياسية الممثلة بالقائم الرئيس عبد الرب المنصور هادي في عدن، وشرفنا أن نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لفخامته على قرار إعلان وتأسيس وتشكيل جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا. وكان بعد عودة المحافظ عقدت اللجنة الأمنية في المحافظة لقاء لها البارحة في ديوان المحافظة، وكان أول نقطة تم الاتفاق عليها هو من ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها بين السلطة المحلية وبين الإخوة المعتصمين، وهي عودة القوة الموجودة في منفذ صرفيق واستبدالها بقوة من الأمن العام بداية الأسبوع القادم بإذن الله. والأمور طيبة وننعم بالأمن والأمان ولله الحمد والمنة، وليس هناك ما يدعو للقلق أبدا. يعني أفهم منك أن القوات اليمنية قادرة على حماية المنافذ، قادرة على منع التهريب، قادرة على استمرارية إحداث الأمن في محافظة المهرة. محافظة المهرة فيها الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية والسلطة المحلية، وهي وليست وليدة اليوم وقائمة بما بواجبها على حسب الإمكانيات المتاحة. وكان وجود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشرعية في اليمن عامل مساعد وعامل رديف ومعين لقيام السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لواجباتها، لأننا كنا نفتقد ونفتقر إلى الإمكانيات، لأن هذه المحافظة محافظة حدودية، محافظة كبيرة شاسعة، هي المحافظة الثانية في المساحة في الجمهورية بعد محافظة حضرموت، أكثر من 90,000 كيلومتر مربع ساحل، شريط ساحلي أكثر من 560 كيلومتر، فنحتاج إلى الإمكانيات والدعم والمساعدة، وهذا ما تحدث بوجود الإخوة في التحالف الذين ما فتوا إلا أنهم يدعموا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالإمكانيات المتاحة. والحمد لله هناك تلاؤم واتفاق
بين السلطة المحلية والتحالف وقيادة تحالف هندلة في المحافظة، وأيضا من ضمن قرارات اللجنة الأمنية تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في المحافظة والسلطة المحلية مع قيادة التحالف الموجودة عندنا. طيب دعني أنتقل إلى الرياض مع الخبير العسكري العميد حسن الشهري. سيادة العميد، إذن هناك يعني ترحيب بدور إيجابي للتحالف في محافظة المرة كما يقول الوكيل وكما تقول كما يقول المعتصمون كذلك أنفسهم، لكن هناك نقاط جدل حول استلام المناطق والمنافذ الحساسة في المهرة من جديد. لماذا برأيك تم نقض الاتفاق من قبل القوات السعودية وكان هناك اتفاق لسحب هذه القوات من المنافذ؟ أؤكد أن لا يوجد نقض للاتفاق على الإطلاق. الوجود المملكة أو الإمارات أو دولة من الدول التحالف في أي إقليم أو محافظة في اليمن هو للضرورة وليس خيار، ومن أجل الشعب اليمني. وأسعدني ما سمعته من معالي وكيل المحافظ الأخ صالح بن عليان، وهذه الحقيقة. لا نرغب أن نؤجج، وأؤكد للزميل من مسقط عبد الله الغيلاني ان هدف التحالف ثابت بعادة الشرعيه، والتحالف لم ينحرف عن اهدافه. من انحرف مع الاسف وبكل وضوح بوصله مسقط اتجهت باتجاه طهران ولم تتجه باتجاه الامه العربيه، وهم يستضيفون الحوثيين في فندق قصر البستان وفنادق مسقط. والرئيس هادي لا يحظى ايضا حتى بمقابله لاحد المسؤولين في وزاره مكتب القصر او وزاره الخارجيه او الآن من العماني. على أي حال هذا كلام خارج النقاش ولكن للإيضاح. المحافظة تنعم كما قال الأستاذ صالح بالأمن والاستقرار، وجودنا عامل مساعد. ولما تتأكد القيادة قوة الواجب هنا في السعودية أن المنافذ أثبتت آمنة في أيدي أمينة لديها القدرات، هو المشكلة أنه لم يكن لديها قدرات، وكان هناك متنفذون مع الأسف هناك في تجاذبات في محليه مع الاسف بهواء اقليمي باتجاه السلطنه باتجاه قطر باتجاه مع الاسف جهات اخرى. والسلطنه ترى المهرة حديقه خلفيه لها، المملكه العربيه السعوديه ترى اليمن ودول الخليج بشكل عام بعد حيوي واستراتيجي، ترى المملكه العربيه السعوديه بعد حيوي واستراتيجي هذه الدول، والمملكه العربيه السعوديه تقود التحالف تقوم بتامين الامن الاقليمي للمنطقه بشكل عام، ولا يمكن ان تسمح لمثل هذه النتوءات ان تظهر مره اخرى. مشكلتنا بمن في الاقزام الذين يودون ان يكونوا عمالقه، وهذا لن يكون ابدا. لكن سياده العميد في المقابل هناك من يرى ان للمملكه ايضا اطماع في محافظه المهره، وان هذا الوجود ليس وجود مؤقت فقط، هذا وجود يؤسس لما سيليه ايضا، وهناك مصالح استراتيجيه لتواجد قوات سعوديه على الارض. يعني عندما نتحدث عن وجود مصالح لعمان أو لدولة أخرى، هناك أيضا مصالح للسعودية بالتواجد العسكري هناك. مصلحة المملكة العربية السعودية في أن تكون المنطقة آمنة فقط، وألا نترك لأحد أن يلعب بالنار. ليس المملكة رؤية لتوسعة نفوذها الجيوسياسي، ولكن الأمن الوطني الإقليمي يتطلب ذلك. مصلحة اليمن أولا، لمصلحة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل كامل. المهارة في قلوبنا، ولكن قليل مع الأسف كما ذكرت من المتنفذين، منهم من يتاجر باليمن وبدماء اليمن، والإعلام يؤجج يضع من الحبة قبة. ولو تخلينا عن اليمن في التحالف لأكل بعضهم بعضا، وشكلوا تهديد مباشر لدول الجزيرة، وأولها السلطنة الشقيقة عمان. هناك مطالبات من بعض المتظاهرين في عمان أو من بعض القيادات التي تخلت مع الأسف عن جنسيتها باستعادة أراضي واسعة في عمق المحافظة الصلالة تصل إلى 150 كيلومتر. الموضوع لم يعد خفيا على احد، هناك حدود اصبحت دوليه بين الدول، هناك جيوبوليتيك، هناك تهديد جيوسياسي، يجب ان نتفق جميعا ونعمل من اجل ان تكون المنطقه امنه، وهذا ما نقوم عليه، ضحينا بابنائنا وبقدراتنا وبامكانياتنا من اجل مصلحه الجميع، ولن نتخلى عما قام عشيه 26 مارس الا بعد تحقيق كامل الاهداف وعوده الشرعيه لليمن، ولن يكون لايران تواجد في اليمن. المعركه ليست معركه حدود، هي معركه وجود، وبالتالي الشعب السعودي خلف القياده، بل الشعب الخليجي بشكل كامل الا من ابى.
طيب دعني اعود في هذه النقاط الى الدكتور عبد الله غيلاني. دكتور عبد الله، يعني تحدث الاستاذ العميد حسن الشهري حول عدد من النقاط، حديث على ان المملكه هي ترعى المصالح الاقليميه بشكل عام لجميع دول الاقليم من التهديدات المحتمله الموجوده في المهرة، هناك حديث حول تسلط نافذين في المهرة ووجود اجنده مضاده حتى لسلطنه عمان كذلك، انت سمعت ما تفضل به في سياق محافظة المهرة بالنسبة لما يجري الآن، هل باتت مسرحا لتجاذبات وبالأصح لمصالح دول كما يبدو؟ نعم، يبدو أننا دخلنا في موضوع آخر وهذا الموضوع كثير التشعب، ولكن دعني أوجز حديثي في يعني نقاط محددة. النقطة الأولى هي السياسة العمانية إزاء الأزمة اليمنية. السياسة العمانية إزاء الأزمة الأمنية منذ اليوم الأول كانت واضحة وبينة ولم تستتر عمان بسياساتها، يعني طبعا هي أدانت يعني إسقاط الحكومة الشرعية واحتلال الحوثيين لليمن إذا جاز التعبير، واعترفت ولا زالت تعترف بحكومة الرئيس هادي. ولكن نعم، يعني سلطنة عمان لها مقاربات معينة إزاء الأزمة اليمنية، لعل هذه المقاربات تختلف يعني استراتيجيا عن المقاربات الخليجية التي تقودها المملكة العربية السعودية. فصحيح أن مسقط تستضيف يعني الحوثيين وكثير من جولات التفاوض جرت ولا زالت تجري في مسقط، ولكن هذا لا يعني يعني منطقة المهرة تحديدا بالنسبة للسلطنة هي منطقة أمن قومي، وبالتالي إذا تبنت السلطنة مواقف معينة إذا ما يحدث في المهرة فهذا الأمر ينبغي أن يكون مفهوما لدى الأشقاء الخليجيين، على اعتبار أن المهرة هي المنطقة المحددة لسلطنة عمان وهي المنطقة العازلة بين السلطنة وبين ما يجري في سائر اليمن من احتراب ومن صراعات عسكرية. فسقوط المهرة في يعني هذا الوحل من الصراع والاحتراب العسكري ربما يعرض يعني السلطنة وأمنها القومي لشيء من المخاطر، وبالتالي فالسلطنة تنطلق من حماية أمنها القومي، وهناك روابط يعني تقليدية وتاريخية واجتماعية وقبلية بين السلطنة وبين المهرة، فينبغي أن يكون هذا الأمر مفهوما عند الأشقاء الخليجيين. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا علاقة السلطنة بإيران، باعتبار إيران طرف اليوم في الأزمة يعني اليمنية، أيضا معلنة و يعني صريحة. وهنا حقيقة هذه المسألة مسألة المقاربات الخليجية المختلفة إزاء يعني الوجود الإيراني أو المشروع الإيراني، هذه حقيقة مما عمت به البلوى. يعني مجلس التعاون الخليجي أخفق في الاتفاق على رؤية موحدة إزاء يعني الحضور الإقليمي لإيران. هناك من يرى إيران يعني خطرا إقليميا، وهناك من يرى إيران واقعا جغرافيا لا بد من التعامل معه. هذه مسألة أخرى. أنا أقول لأخي الكريم، الذي يعنينا الآن في هذه اللحظة يعني هو يعني أن يركز التحالف على الرسالة التي جاء من أجلها إلى اليمن. نحن نتحدث عن 4 سنوات، مضى 3 سنوات ودخلنا في السنة الرابعة، ولا تزال يعني عملية التحرير لم تنجز، بل ليست قريبة من الإنجاز. أنا أتصور لو أن التحالف ركز بدل التركيز على تعز وعلى الحديدة ركز على صنعاء لأمكن إسقاط الحوثيين. المملكة العربية السعودية ومن معها من الدول في هذا التحالف تملك من القوة الاستراتيجية ما يمكنها من إنجاز عملية التحرير، ليس خلال 3 سنوات وإنما خلال 3 أشهر. هذا لم يحدث. يعني هناك تحول، نعم أنا أقول أن هناك تحول في الأجندة، وهناك جبهات صراع فتحت في مناطق كثيرة جدا لا علاقة لها بعملية التحرير. الآن الأخ الكريم يتحدث عن يعني مسائل معينة. أنا أقول الذي يحتكم إليه في هذه المسألة هو الشعب اليمني. يعني ردات الفعل التي أبداها الشعب اليمني في سقطرة وفي المهرة وفي أجزاء أخرى من اليمن، أليست هذه إشارات كافية للتحالف كي يعيد النظر ويجري مراجعات لمقارباته في اليمن؟ نعم، هناك حركة احتجاجية اليوم في اليمن تتسع شيئا فشيئا ترفض هذا الوجود العسكري الخليجي سواء السعودية أو الإمارات أو غيره، على اعتبار أن هذا لا علاقة له بعملية التحرير. أنا أقول اليمن بالنسبة للأمن القومي الخليجي مسألة في غاية الأهمية. يمن مستقر سياسيا، يمن آمن اجتماعيا، يمن مزدهر
اقتصاديا، هذا هو المطلوب. مفهوم. أما أن يتحول اليمن إلى حالة من التشظي والانشطارات فإن هذا سيعود بالضرر على الأمن القومي الخليجي قاطبة، ليس فقط على المملكة وليس فقط على سلطنة عمان وإنما على الخليجيين. وبالتالي مسألة التركيز على إعادة الحكومة الشرعية والمساهمة في بناء اليمن اقتصاديا واستقراره سياسيا، هذا هو المطلب الاستراتيجي الذي سيحفظ الأمن القومي الخليجي وليس إدخال اليمن في صراعات جانبية هنا وهناك. طيب يعني دعوني أعود إلى وكيل المحافظة سيد صالح بن عليان. سيادة الوكيل، الآن في سياق ما هو منظور، هل من المتوقع عودة الاعتصامات إلى محافظة المهرة أم أن الأمر بالنسبة لكم استتب وليست هناك حاجة لعودة هذه الاعتصامات؟ المهرة محافظة آمنة ومستقرة وظلت بعيدا عن الصراعات التي تحدث في اليمن، فنحن جزء من اليمن عموما، وكانت الصراعات تدور في العواصم أو في المركز سواء في عدن قبل الوحدة أو في صنعاء بعد الوحدة، وظلت بعيدة عن الصراعات وستظل بإذن الله عز وجل، ثم بتماسك السلطة المحلية مع الجهود الشعبية وقبائلها وشرائحها وفئاتها ستظل بعيدا عن كل الصراعات. وأن نحن في محافظة المهرة كلنا شيء واحد وجسد واحد ما بين السلطة المحلية وأيضا الجهد الشعبي من قبائل وشرائح وفئات وأحزاب ومنظمات. وكان قد الأخوة المعتصمون قد أقاموا اعتصام وتم الاتفاق على المطالب الستة التي تقدم بها المعتصمون إلى السلطة المحلية، وتم الاتفاق على كل هذه النقاط وتم البث فيها والعمل على تحقيقها. والحمد لله الأمور مستتبة في محافظة المهرة ولا نجد هناك أي تشاحن إلا في وسائل الإعلام وفي بعض مواقع التواصل، أما على أرض الواقع فلله الحمد هناك توافق تام ما بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية والقيادات العسكرية مع قيادة التحالف. وإذا حصل هناك أي أمر ما على طول أن يتم التوافق عليه وتدارسه مع بعضنا البعض بكل أريحية وبالجلوس على طاولة واحدة، لأن المصلحة الأساسية والهدف الأساسي هو مصلحة محافظة المهرة وأبنائها وأمنها واستقرارها وسكينتها سواء من السلطة المحلية أو من التحالف العربي المتواجد والقيادة المتواجدة معنا، ولا نجد هناك أي داعي لإثارة أي أمور لأننا طيب هذا واضح بالنسبة لي، هذا وضح بالنسبة للسلطة المحلية في المحافظة. نعم سيادة الوكيل، دعني أنقل هذه النقطة إلى الخبير العسكري العميد حسن الشيري. برأيك إذا ما عادت الاعتصامات كيف سيكون تعامل القوات السعودية وقوات التحالف بشكل عام فيما يتعلق بعودتها إذا ما حدثت؟ أتحدث عن عودة الاعتصامات. أنا أعتقد أن الاعتصامات وراها من يحركها من مسقط ومن الدوحة ومن طهران، لأنه لهم أجندة في داخل المهرة ضد التحالف العربي اللي تقود بلاد المملكة العربية السعودية لخدمة أهداف قد تكون يروها مشروعة، ولكن هي لا تخدم الشعب اليمني بشكل كامل. المهرة ستبقى آمنة مطمئنة، وهذا الرجل الثاني في المهرة نائب المحافظ يتحدث عن الواقع وليس عن التأجيج الإعلامي. نحن نتحدث هنا مع سلطة محلية. نعم هناك أيضا معتصمون، هم لا يعني كانت هناك مطالب وكان هناك تعامل من السلطة المحلية. المملكة العربية السعودية وتقود التحالف لا تعمل أي عمل إلا بالتنسيق مع الشرعية اليمنية وهي السلطة الأساسية في اليمن، وبالتالي ذكرت لك في بداية الكلام في المحور الأول أن هناك تجاذبات مع الأسف داخل الجسم الهيكل الديمغرافي للمحافظة نفسها، فهناك بعض التجاذبات إلى خارج حدود المحافظة لا يخدم المشروع، ولكنه لتوءات بسيطة جدا وسيتم ردم تلك الفجوات. المملكة تتكيف مع كل هذه الضغوط البيئة المحلية البسيطة، تلين بعضها ولكنها ستجابه أي عمل يدعو إلى التهريب من جديد من أي مكان سواء بري أو بحري،
وجودنا هو من اجل الامن الوطني. تحدث الزميل من السلطنه. المشكله ليست لدي ما يكفي من الوقت للعوده الى تلك النقطه، مضطر الى الذهاب بسؤال اخير سياده العميد، مضطر بالذهاب الى سؤال اخير يا دكتور عبد الله. ما هو المشهد المتوقع من حيث متابعتك الى الوضع في المهره؟ هل تتوقع استمرار الاعتصامات ام ان الامر سيحل وفقا لما يقوله وكيل المحافظه ووفقا ما يقدره ايضا العميد حسن الشيري؟ نعم اخي، ابتداء انا اتصور ان القول بان هذه الاعتصامات وهذا الحراك الشعبي هو محرك من الخارج، يعني هذا فيه ازدراء وفيه استخفاف بالشعب اليمني. الشعب اليمني ليس العوبه بيد الدول المجاوره، لا قطر ولا ايران ولا سلطنه عمان قادرون على تحريك الشعب اليمني والدفع به في اتجاهات معينه، هذا شعب حر مستقل ومنظم وهو الذي يعبر عن ارادته السياسيه. فالقول بان هذه المظاهرات هي مدعومه من الخارج وهي يعني نتيجه تامرات اقليميه، انا اظن هذه مساله تحتاج الى يعني مراجعه. الان عوده الى سؤالك فيما يتصل بما هو مستقبل المشهد، انا يعني في تقديري ان هذه المساله تتوقف على احترام الطرفين للاتفاق الذي جرى. هناك ست نقاط قدمت للتحالف وتم الاتفاق عليها، منها الانسحاب من هذه المواقع يعني من المنافذ، نعم يعني الحيويه البريه ويعني البحريه. يبدو ان التحالف يعني لا يستطيع الالتزام بهذه المساله، وبالتالي ان حدث هذا فان هذا سيفتح الباب امام اتساع رقعه الاعتصامات. نعم، وبالتالي انا ادعو حقيقه من اجل استقرار المحافظه باعتبارها احدى الانجازات، المحافظه مستقره وامنه وينبغي نعم تشكل نقطه جذب يعني للشعب اليمني، فينبغي للتحالف ان يعني يحترم الاتفاق وان ينسحب وان يكتفي بوجود رمزي على هذه المنافذ، والا فان الامر سوف يزداد سوءا وعندئذ يعني يكون من الصعب نعم السيطره على حركه احتجاجات شعبيه بحجم هذه الاحتجاجات في المهره. اشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الخبير الاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، وكذا الخبير العسكري العميد حسن الشيري كان معنا عبر الهاتف من الرياض، وكذا وكيل محافظه المهره أستاذ صالح بن عليان. شكرا لكم جميعا ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.